السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده في هذا النهار يا ربي. اليوم غنشارك معكم الفطور ديالنا ديال هذا النهار. كلشي باقي ناسين وانا غندير غير العجين دابا كيف ما كتشوفوا معايا. هكا درت غير الدقيق الحرج تقريبا شي 300 غرام، ما كثرتش بزاف. وعندي هنايا الدقيق الكامل، يعني الدقيق بالنخاله ديالو هو كيف ما تشوفوا، زدت هو تقريبا شي 200 غرام، يعني طوب المجموع شي 500. صافي، وتندير شويه الملح وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره، ضروري انا كندير خميره هنا، والماء الدافي باش غادي نجمع هاد العجين هذا كله. صافي، وغادي نجي هنايا للبراد غادي نعمر اتاي قبل ما نقيس البصله. غنديرها واحد المعلقه وواحد شويه ديال اتاي البراد، ودرت واحد الطنجره بما ما عنديش المقراج تنضيباني، درت واحد الطنجره صغيره درت فيها الماء تيغلي ها هو غلا. وغادي نهز وغادي نشلل هاد اتاي، غنشلل هاد الشويه اللي دارت دابا، غادي نشللو مزيان وغنخوي هاد التشليله نحيدها، هاد الاولى كنحيدها دائما. صافي، وغادي نعاود نرجع ونعمر البراد ديالي بالماء اللي غلا مزيان، غنخويه في البراد نعمرو. هاد البراد ما كيمشيش ليا على هاد البوطه هاد النوع هذا ديال الدجاج، ولكن كاينه واحد اللعيبه كتباع بالنسبه للاخوات اللي ما يكونوش عارفينها ولا شي حاجه. هاد الحديده هادي كتباع هكا، شراتها اخت جاكمو، كتحطي عليها اي حاجه واخا ما تكونش تمشي على تات، يكون عندك مقلات عاديات ولا شي حاجه كيمشيو هكا فوق النار كتحطو. وحطيت عليها هذاك البراد وخليته تما تيغلي، وانا غنجي هنا للزبده. هاد الزبده صايباتها نانا في البارح، وغادي نحط لكم الرابط ديالها غنخليه لكم هنايا. وغادي ندير هاد الدوب شويه، وغادي ندير واحد مقرطه ديال السكر غير وحده اللي درت، لان نانا تتبغي السكر، تندير اتاي تتقول لي دائما دير لي شويه السكر. وغادي ندير النعناع، اليوم شريت واحد جوج محيبقات البارح، واليوم جبتهم من السطح وحطيتهم هنايا باش غادي نقطع. كاينه هاد سميتها هاد العبدي، النعناع العبدي والنعناع العادي، ها هما كيف ما كتشوفوا معايا هكا. غنقطع منهم بجوج واحد شويه وغادي نغسلهم، تقادت لي المعطرشه ديالي وشريت هاد المحيبقات هذا، وغادي نشللهم دابا باش غادي نديرهم في البراد. ها هما كيف ما كتشوفوا معايا، ونخليه تما على راحته بما ان هذيك النار ما كتوصلش ليه بزاف، يعني غيتشحر على راحته. صافي، وغادي ندوز دابا نرجع للعجين ديالي كيف ما تشوفوا معايا. ها هو خليته كيتدلك في التيرموميكس مزيان، وغادي نديرو هنا في هذا البول، نحيدو ونحولو هنايا هكا كيف ما غتشوفوا معايا، غنزلو كله هنا ونخليه يرتاح. وغندوز انا للتيرموميكس بلا ما نغسلو بلا حتى شي حاجه، ماشي مشكل ما فيهش العجين بزاف غير شي حاجه هكا. وغادي ندير واحد جوج بصلات هكا خضريين بيضين، وهذاك الخضر ديالهم حتى هو الخضر اكثر من ديال جوج ديال اربعه، ودوك الريوس التحتانيين البيضين غير جوج. غادي نقطعهم هكا غلاضين وغنمشي نطحنهم في تيرموميكس، وغنخلي العجين هنايا بين ما طحنت البصله وجدتها، ما غطيته ما حتى شي حاجه، خليته باش ما يخمرش ليا دغيا. خويت البصله هي وجدتها، والعجين ها هو تا هو وجد، راه ما خمرش ليا شي خموريه مزيان غير الوقت فاش قديت هذاك الشيء. وصافي، ها نتوما تشوفوا كيبان لكم، غنقسمو على جوج وغادي نحاول نشكلو هكا. غادي نبسطو مزيان بزيت الزيتون. صافي، من بعد ما بسطو وها نتوما شوفوا السمك ديالو معايا، غنوريه لكم، ما غليتش بزاف، رققتو شفتوه هكا باش ما يجينيش داك الخبيزات ديالي ولا المخمر باش ما يجينيش غليظ. وتندير الزبده، الزبده ما ديروها السخونه، درتها ما بارداش وما طايباش، يعني قل من دافيه شويه بحال جايه البروده وصافي. المهم، وغندير عليها هاد البصيله هادي كيف ما كتشوفوا معايا هكا، هاد الخضاريه اللي طحنت. صافي، وغادي نلويهم. عرفتوا راه ما نقولش لكم كيجاوب المذاق ديالهم، ومع داك الدقيق الكامل جاو رائعين بزاف، ماشي غير شويه. وكنبدا نلوي هكا هاد اللويه، وتنخليها مرخوفه هذيك اللويه شويه واسعه، راه كيجي هاد المخمار ديال هو ملوي مخمار الخامر يعني، وبالخميره زوين بزاف ماشي غير شويه. انا كتعجبني العجينه واي حاجه مخمار اي مسمن ولا ملوي ولا كان بالخميره، كيساعدني في الهضم بزاف، ما كيضرني ما حتى شي حاجه. الناس اللي عندهم مشاكل مع المعده وبغيو ياكلوا هذا الشيء يحاولوا يديروا فيه الخميره باش ما يضرهمش. المهم، هكا من بعد ما شكلتوا واحد الحربول، صافي دابا وجدت واحد الصينيه دهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي نحاول دابا نشد العبار ديالي. قسمت هذا الحربول هذا على اربعه، غادي نقسمو عاوتاني على جوج، حيت هذاك شويه ديال البصله كيلصق ليا في الموس، وغادي نقسمو بهذا الشكل هذا، يعني تنديرهم هكا حرابل بحال ملويات كيف ما تشوفوا. هاد الطريقه ساهله بزاف بالنسبه للمبتدئات ولا اللي كيتعطلوا فاش بقاو تلويو غير وحيده ولا هكا. هاد الطريقه ساهله، يعني دغيا تزربوا على بزاف ديال الملويات صايبوه في
الوقت قصير يعني بهذه الطريقه هذه، ما تبقاوش تلوغوا قبل وحيده، تبقاو تبسطوا قبل وحيده وتلوغوا قبل وحيده، يعني الطريقه سهله. راه انا ما عنديش لي سباس، كون كنت في داري وعندي داك البوطاجي كبير تنطلق كل شيء العجين مره واحده، ولكن دابا مع هنايا ما كاينش لي سباس، قسمته على جوج باش يلاه يجيني صافي. كما تشوفوا كنجمع لها الجنيبات ديالها من تحت ومن الفوق، وتنحط هنايا في الصينيه. صافي من بعد ما كملتهم ها هما هنايا على خدامه، هما تيبداو يخمروا دابا. صافي غنبدا نشكل، نبدا نحط كل وحيده فوق الورق هنا اللي وسط، باش غادي نبدا نقرصهم بسم الله. هاك نقرصهم دابا كاملين صافي، وغادي نشعل المقله وغادي نبدا نطيب مباشره. درتهم فوق هذا الورق لان ما عنديش هنا لا مندي لا وصله لا حتى حاجه، المهم دي بانيت بهذا، ومنها غادي يساعدني حتى فاش غادي نهزها صافي. نستمر هكا حتى نكملهم كاملين هنا صافي. من بعد ما كملتهم ها نتوما كيف كتشوفوا معايا صافي. دابا غنشعل الشوايه، غنديرهم في الشوايه ديك الطويله وغادي نطيبهم، لان خمارو لي وانا خدامه فيهم وهما كيخمارو. ايتا راه هو واجد صافي، راه طفيت عليه ها هو. جاكم جيب لي الشوايه كانت الفوق صافي. هنا صافي شعلت الشوايه، ها هي جبت غير ديك الزبيده اللي بقات ليا، تنهز منها واحد شويه هكا وغادي ندهن. صافي غنبدا نهز دابا، نبدا بالاوليات هادو هكا ونوضع هنايا. صافي دابا غنطم قبلهم نشدو ليا راسهم من هذيك الجهه، ندورهم عاوتاني من الجهه الاخرى صافي. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله بدا كيتنبل صافي. غنبدا دابا ندهنهم بهاد الزبيده عاوتاني من هنا، رشيشه هكا خفيفه، وغادي نحاول نقلبهم من الجهه الاخرى. غنشوفهم دابا، هذه بانت ليا راه شدات راسها مع في الوسط ديال الشوايه. ها انتم شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه نانا البليات نانا. السلام عليكم نانا. فقط بكري كتفطر مما تجاكمو وكترجع شويه ترتاح. يلا على الثاني دابا فقط. اي بيستك دابا فقط اوكي صافي. دابا غادي نحمرهم من هذه الجهه الاخرى حتى هي. اتاي راه هو وجد، بقى لينا الا غادي نسربيو صافي. نكمل هذا الشيء وغنوري لكم كل شيء ان شاء الله. يلا خليكم معايا وفرجتكم ممتعه. هنا صافي وجدوا، هانتوما شوفوا معايا شفتوا صافي. غنهز دابا نوضع هنايا. غادي نستمر دابا بنفس العمليه دوك اللي بقاو ليا، غادي غنزيدها واحد شويه، غنزيد نكمل هذوك الاخرين حتى هما، وغادي نوريهم لكم من الداخل ديالهم ان شاء الله. هنا صافي غنقول لهم اتاي راه كلشي وجد، راه ما واقفين عليا غادي جايين باش غادي نوري لكم فوق اتاي الله يبرد. وهنا صافي انا ساليت غنحيد كلشي. اتاي ديال الجريده ديالي، داك شريت هذوك المحيمقات البارح، خرجنا عند داك في بايو، وانا نجيب واحد ديال المعطرشه وواحد ديال النعناع. هانت صافي غنطفي دابا كلشي باش نوريهم لكم. هانتوما شوفوا معايا ان شاء الله. هنا ساليتهم يلا قديتهم، وجا الكونسييرج تيدق علينا وغادي نعطيه واحد الوحيده. هانتوما نيكولا ايكالدا كالدا دولشي نو ميستو نو سلطه
dopo mi fai sapere com'è. Ok. Ciao. Ciao. Ciao Nicola. هاو ما بعد ما وجدوا غنوري لكم الداخل ديالهم. شوفوا معايا ما شاء الله شفتوهم بالدقيق الكامل. اوف شفتوا كدايرين. تمنينا له الاعجاب ديالكم تشجيعاتكم للقناه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش من عجبكم فيديو. مع السلامه. انا وقت عليا تتسنى. سلامه.